بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى درس اليوم تقسيم الرشمات. إذن اليوم سوف نضع لكم رشمة ونقسمها إلى قسم واحد أو إلى قسمين. إذن نأخذ مثل هذه الرشمة، هذه على الصورة، نسحبها إلى برنامج ألويلكم بهذه الطريقة. إذن نستعمل هذه الأداة، هي سهم صغير فوقها نجمة بيضاء. نختار الأداة ونقوم بالإحاطة بهذا الشكل هكذا، نضغط على أنتري لتتم الإحاطة، ثم بعد ذلك سوف نقوم بكنترول اكس، نذهب الى ملف جديد، نضع كنترول في هكذا. هكذا انشأنا موتيفة جديدة او رسمة جديدة، وهكذا نكون قد قمنا بالمهمة وانجزنا رسمة جديدة مقسومة، ونقوم بحفظها بالصيغة التي نحتاجها، وفي الغالب بالصيغة .dst، ترجمة .dst. نختار هذه الصيغة ترجمة .dst، ثم نضع لها عنوان، مثلا هذه موديفيه، ونقوم بحفظها في الميكرو بهذه الطريقة. نتمنى أنكم قد استفدتم من الدرس، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى درس آخر إن شاء الله.